وطالبت بتخليده من خلال الدراسات ومن خلال أيضا أن تكون هناك جائزة سنوية باسم جمال القطاع. مش هطالب الدولة ولا هطالب وزارة الثقافة، أنا عايز أصدقاء، وهطالب كل محبي جمال الغيطان وهم كثروا إن إحنا اللي ننشئ هذه الجائزة ونعطيها لوزارة الثقافة، هي اللي تنظمها وهي التي تمنحها كل عام. أنا يسعدني إن أكون أول من يؤسس هذه الجائزة بجنيه، بعشرة، بألف، لكل ما استطاع، ونقدم هذا المبلغ لوزارة الثقافة، نقول لهم دي جائزة جمال الغيطاني، دخلها سواء طلع 10 جنيه أو 1000 جنيه في السنة أو غير ذلك، هو جائزة تحمل اسم جمال الغيطاني. وجائزة تحمل اسم جمال الغيطاني في الحقيقة مش محتاجة إنه يبقى قيمتها خليجية، يكفي أنها تحمل ما لا يمكن أن تحمله أي جائزة خليجية، وهو اسم جمال الغيطاني. فأنا بدعو جميع الحضور، ونحن جميعا من محبي جمال الغيطاني، أن نشرع في هذا، وأنا مستعد أن أساهم وأنظم هذا، وأن أقدم بنفسي ما نجود به للوزارة لتقيم هذه الجائزة.